كما تعلمين أنه أغلب الوافدين والساكنين هنا من وسط وجنوب العراق في إقليم كردستان لجأوا إليها بحثاً للأمان والاستقرار. كما تعلمين أن كردستان يتمتع بهذه الصفة على خلاف المحافظات الأخرى. يوم أمس كان هناك ذعر شديد وكبير من قبل الساكنين هنا من الكرد والعرب، إضافة إلى الجنسيات الأخرى الساكنة هنا في إقليم كردستان. يعني إقليم كردستان لا يشمل سكان من وسط وجنوب العراق، بل حتى الجنسيات من دول متعددة وأخرى وجدوا هنا الأمان، وجدوا هنا الاستقرار. لكن ما حصل يوم أمس أثار الذعر والرعب بشكل كبير من خلال الفيديوهات التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. الذعر بين المواطنين بدأ واضحا وبشكل كبير، أيضا كافة الموجودين هنا في إقليم كردستان تحديدا في مدينة أربيل يطالبون الحكومة في إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بالوقوف بشكل أكبر تجاه أي خطر يهدد سيادة وأمن البلاد.